السلام عليكم ورحمة الله. تلاميذ السنة الرابعة متابعي الأفاضل، أقدم لكم حلول أنشطة متعلقة بدرس الكسور واحد مع حل التمرين الثالث. أكمل المجاميع بكتابة الكسر المناسب. 3 زائد 5 على 7 تساوي كسر على 7. 9 زائد 21 على 10 كم تساوي؟ 5 زائد 4 على 5. 1 زائد 32 على 100. 3 زائد 1 على 3. 4 زائد 1 على 6. 11 زائد 2 على 8. 19 زائد 3 على 10. كيف أحول هذا الجمع إلى كسر فقط؟ مع الكسر الأول، 3 زائد 5 على 7. 5 على 7 تساوي، أحافظ على المقام 7، المقام عندي 7. لاحظوا معي أعزائي ماذا أفعل، أضرب 3 في 7 هكذا تساوي 21، أضيف لها 5 وتساوي 21 زائد 5 تساوي 26 على 7. الثانية 9 زائد 21، 9 زائد 21 على 10 تساوي، أحافظ على المقام كما هو 10، أضرب 9 في 10. هنايا أقوم بعملية اسمها توحيد المقام، 9 ضرب 10 يساوي 90 زائد 21 وتساوي، أحافظ على المقام كما هو 10، 90 زائد 21 تساوي 111. هنا نقوم بهذه العملية، معناتها 9 زائد 21 على 10، يعني ندير للتسعة ندير له مقام 10، معناتها كيفاش هذا 9 نكتب المقام، نكتبه على المقام تاعو 10، معناتها كان 9 على 1، 9 هو عبارة عن 9 على 1، 9 هو عبارة عن 9 على 1، ضربت في 10 وقسمت على 10، ضربت البسط والمقام في 10 يساوي 90 على 10، زدت لها 21 على 10. هذا هو العمل الذي أقوم به هنا. 5 زائد 4 على 5 ماذا تساوي؟ ندير أول حاجة خط الكسر، أحافظ على المقام، نضرب هذا في ذا، 5 ضرب 5 تساوي 25 زائد 4 نتاعي وتساوي 29 على 5. 1 زائد 32 على 100، 1 زائد 32 على 100 ماذا تساوي؟ أكتب، أحافظ على المقام، 32 تاعي نخليها كما هي، زائد 1 ضرب 100، 1 ضرب 100 هي 100، هذه تساوي 132 على 100. ثلاثة زائد واحد على ثلاثة، 3 زائد 1 على 3 تساوي، حافظ على المقام كما هو، 3 نحافظ عليه كما هو، الواحد هذا نخليه كما هو، زائد ماذا؟ 3 ضرب 3 تساوي 9 وتساوي 10 على 3. 4 زائد 1 على 6 تساوي، المقام نحافظ عليه كما هو، 4 ضرب 6 تساوي 24 زائد 1 وتساوي 25 على 6. كسر الذي يليه، 11 زائد 2 على 8 ماذا تساوي؟ المقام خليه كما هو، 2 هذه نخليها كما هي، 11 ضرب 8 تساوي 88 وتساوي 90 على 8. 19 زائد 3 على 10 ماذا تساوي؟
مقام خليه كما هو 10، 3 هذه خليها كما هي، زائد 19 في 10 تساوي 190. 190 زائد 3 تساوي 193 على 10. هذه باختصار شديد. الكسر هو عبارة عن جزء من الكل. الكسر هو يعبر عن نسبة وهي جزء من الكل. لاحظوا معي، عندي هذا مربع، هذا المربع كامل نسموه الوحدة، راه واحد، واحد على واحد، أو اثنان على اثنان، أو ثلاثة على ثلاثة، مهمش، نسموه الوحدة. لو كان قسمه إلى جزئين متساويين، إلى نصفين متساويين، سواء يكون دائرة ولا يكون شريط، هنايا هذا الجزء النصف، وهذا الجزء كذلك يمثل النصف، هذا الجزء يمثل النصف، وهذا الجزء يمثل النصف. لو كان قسمه إلى ثلث أجزاء متساوية، لو كان قسمه إلى ثلث أجزاء متساوية، هذا الثلث متساوية، والثلث الثلث. لو كان نتناول مثلا هذه شطيرة بيتزا، تناولت أنا هذا الجزء فقط، تناول الثلث، شحال خليت؟ خليت ثلث وثلث، خليت ثلثين، تركت ثلثين. لو كان تناول ثلثين، هام ثلثين، تركت ثلث، وهكذا. اثنان على أربعة نسموه هنا، هذا نسموه ثلث، هذا نسموه ثلثين، اثنان على ثلاثة نسموه ثلثين، واحد على أربعة نسموه ربع، اثنان على أربعة نسموه ربعين، ولا نسموه، لاحظوا معي، المقام هو ضعف البسط. كي يكون المقام ضعف البسط نسموه النصف، يسمى بالنصف. إن شاء الله تكونوا فهمتوا معي أعزائي التلاميذ، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى اللقاء.